السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في استراتيجيات الأسئلة الصفية. الأسئلة الصفية أداة مهمة لتحفيز الطلاب على المشاركة في الحصة لاستيعاب المفاهيم. فما الذي يدفع المعلمين لإثارة الأسئلة؟ ما هي الأسباب التي تجعل المعلم يستخدم الأسئلة لتحفيز الطلاب للمشاركة؟ تستخدم الأسئلة في عدة مراحل في الحصة. تستخدم في بداية للتعرف على خبرات الطالب السابقة في موضوع قبل ربطها بالمعلومات الجديدة، أي أنها يمكن أن تستخدم كمقدمة وتمهيد للحصة التي سنقوم بعرضها. الأسئلة أداة مهمة تثير اهتمام الطلاب بالموضوع الجديد، وتهيئهم لمادة التعلم الجديدة، وتحفزهم على المشاركة والانتباه. هذه الأسئلة كذلك تستخدم لتشجيع الطلاب على المشاركة والتفاعل مع الموقف التعليمي بكسر روتين العرض المقدم من قبل المعلم، أي أن الأسئلة تستخدم في جميع مراحل عرض المادة داخل الحصص. هناك دوافع أخرى تدفع المعلمين استخدام الأسئلة لإثارة الطلاب، منها كسر الجمود أو الملل الموجود في الحصص، إذ أن طرح الأسئلة يؤدي إلى تغيير في مناخ الصف بما يحفزه ويجعل الطلاب ينجذبون للحصة ويشاركون في الحوار بدلا من الهدوء والاستماع للمحاضرات التي تسبب الملل. هناك استخدام آخر هو توجيه الطلاب نحو النقاط المهمة والأفكار الرئيسية، عندما يطلب المعلم من الطلبة تحديد أهم نقطة أو مقارنة نقاط بعضها البعض للوصول إلى الأكثر أهمية. هناك من يستخدم الأسئلة لتشخيص إمكانيات الطلبة وميولهم واهتماماتهم والتعرف على ذكائهم وخياراتهم المفضلة، فالملاحظة لا تكفي لتحديد مدى استيعاب الطلبة للمادة، ولكن الأسئلة هي الأداة التي تساعد المعلم على تشخيص أوضاع الطلبة. بدونها لا يمكن معرفة ردة فعل الطلاب على المادة أو مدى استيعابهم لها. الأسئلة تستخدم لتقويم مدى إتقان الطلبة للمادة وتحقيقهم الأهداف التربوية. يمكن من الملاحظة أن نعرف أن الطلاب قد استوعبوا، ولكن إلى أي مدى استوعبوا؟ هل استيعابهم جيد أم متوسط أم ممتاز؟ الأسئلة التقويمية تجعل المعلم يضع يده بدقة على مدى إتقان الطلبة للمهارات التي تم عرضها في الحصة. هناك دافع مهم جدا يستخدم لطرح الأسئلة هو إثارة تفكير الطلبة وحفزهم على البحث والتجريب والتفكير الناقد والإبداع. ماذا سيحدث لو قمنا بعمل التجربة الآتية؟ فكر، ما هي النتائج الأخرى التي يمكن أن تحصل عليها؟ هذه الأسئلة وغيرها عبارة عن أسئلة بمستوى عالي تقوم بتحفيز الطلاب على التفكير للاستنتاج ومعرفة النتائج المتوقعة. فالأسئلة أداة مهمة في الحصص، تستخدم في جميع المراحل، في المقدمة وفي العرض وفي الختام، كما أن الأسئلة وسيلة مهمة لحفز الطلاب على التفكير وإثارتهم للمشاركة في الحصص.